لاحظ دكتور النص الديني عندما أتى للمسلمين خاطبهم وفق ثقافتهم والبيئة اللي كانوا هم يعيشونها. النص الديني نص مطلق يختلف عن مثلا احنا كبشر عندما نبتكر بعض الافكار وبعض الحلول وبعض التنظيمات لتنظيم الحياه، هذه قابله للنقد وقابله للتغيير وهي ديناميكيه بالاساس. لذلك الدوله الدستوريه العلمانيه او الديمقراطيه في كل دول العالم هي الان متقدمه في كل المجالات. الشريعه الاسلاميه النص الديني له ما يقارب 6 قراءات ومئات التفاسير، وكل مذهب كلامي يحتكر الشريعه في نفسه. أصبح المسلمون اليوم يعبدون الطائفة أكثر من دين الطائفة، ويعبدون الدين أكثر من رب الدين. الدولة العلمانية وهي الدولة الأبقى والأفضل لكل الشعوب. احنا على مستوى الثقافة طائفيين وديكتاتوريين ومستبدين، هذه العقلية العربية للأسف. لكن على مستوى الممارسة، على مستوى السلوك، احنا نظامنا ديمقراطي وليبراليين وعلمانيين في حياتنا، نستخدم كل ما أنتجه الوعي الأوروبي والعلماني نستخدمه في كافة حياتنا. داعش يعني أنا أعتبره إنسان مدلس وكذاب من يعتقد من يقول أن داعش والله ما تمثل الإسلام، لأنهم أساسا عاجزين على أنهم يثبتون أن داعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا بس خلوا وصلوا، عاجزين عن يثبتون أن داعش لا تمثل الإسلام. كل ما طلعت جريمة غير أخلاقية ولا إنسانية، هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء خوارج، الفهم الخاطئ للدين. زين قدم نموذجك. لا يوجد نموذج ديني إسلامي في العالم أفاد البشرية ولا حتى يوجد. الحضارة الإسلامية حضارة دار الإسلام التي يتقن فيها التيار الإسلامي في الأندلس هي تطورت وازدهرت بسبب الانفتاح الثقافي على الدول، على كتب الأغريق وترجمتها، وبلشت في عهد خالد بن يزيد واستمرت 300 عام، وليس من النص القرآني وليس من السنة. لاحظ الفترة الخلفاء الراشدة، فترة الخلفاء الراشدين، حتى أكد لنا الدولة الدستورية ما لها أساس شرعي، عملية تداول السلطة بين الخلفاء الأربعة الراشدين كانت غير واضحة. يعني في عدد السقيفة صار أبو بكر، وبعدها يأتي عمر تعيين من 6 اختاره أبو بكر، هذا ايش يدل عليه؟ بعدها عثمان، ايش يدل عليه؟ دليل على أن ما في نظام لعملية تداول السلطة. هذا يدل على أن النظام الإسلامي نظام مرن، نظام الإسلامي نظام مرن. هذه مصيبة مو مرن، هذه مصيبة. لا مرن موضوع تداول السلطة يكون بلي مرن فيه. مرة أنا تخيل أنا اليوم ديمقراطي، باكر أصير دكتاتوري، باكر أقول أنا بصير طبعا في التاريخ يسمونه فتوحات، هو بالأصل في علم السياسة نسميه استعمار، تعتبر فتوحات إسلامية. فتوحات إسلامية مصطلح في علم السياسة، لما تتكلم عن في علم السياسة هو استعمار، ما يسمى التاريخ الإسلامي يسميه فتوحات، أما هو في علم السياسة استعمار. ابن رشد من حرق كتبه؟ ابن الهيثم منو نفاه؟ ابن سينا، ابن الخوارزمي منو كفرهم؟ اسرائيل ولا امريكا؟ هو ما كانوا موجودين. ربعنا، خلينا نكون صريحين، نقد. شوف كل الامم تتقدم اذا قامت بنقد تاريخها. احنا بس نمجد في التاريخ، لا يمكن. حاضرنا تعيس لان احنا مزدوجين، نعيش في ازدواجيه قاتله.